عنب درة الشرق وعروس الحوض المتوسطي المحملة بعبق التاريخ والموسومة ببصمات مختلف الحضارات التي تعاقبت عليها. شباب الخير فيها لا يتردد في استغلال مقوماتها الجمالية للانطلاق نحو أبعد أفاق. وللذكر لا الحصر، نادي الغوص هيبونسيب عنابة الذي خطف الأنظار وصنع الإبهار. نادي الغوص هيبونسيب عنابة هو نادي رياضي يقوم بكل النشاطات المائية والتحتمائية. عنا الغطس بالقارورة، الغطس الحر، السباحة، التجديف، ركوب الألواح الشراعية، ركوب الزوارق الشراعية، الإنقاذ والإسعاف. يعني التخصص تاعنا في المجال المائي. لأن يدا واحدة لا تصفق، فنادي الغوص هيبونسيب أقام توأمة مع نادي تايم أدفنتر من أجل مزج النشاطات البحرية مع الجبلية ومختلف المواقع الطبيعية. عضو في نادي تايم أدفنتر، اليوم رانا درنا توأمة مع نادي هيبونسيب باش نديروا كما نقولوا الخرجات سياحية كما نقولوا بالقارب، والحمد لله يعني هذه الخرجات لاقت استحسان كبير من مواطنين مدينة عنابة، والأبواب تاعنا راهي مفتوحة طيلة السنة. ولاية عنابة ولاية سياحية بامتياز، فيها نشاطات متعددة من بينها الغوص ورحلات جبلية. نادي هيبونسيب وتايم أدفنتر قاموا بتوأمة في النشاط المائي والجبلي لتحسين مخطط سياحي من أروع ما يكون. ومرحبا بكم عندنا. كل شيء أضحى على ما يرام، ونشاطات هؤلاء الشبان تصنع الحدث على الدوام، وحتى من خارج الوطن نزعت لهم قبعة الاحترام. حاجة جديدة، حاجة اللي خلت الناس انظري كل انظري تبقى ايطوني. انظري جاونا المرة اللي فاتت في صالون الأسبوع الفائت، جاونا لي ستخونجي ومن بعد انظري اللي تي ايطوني تفاجئوا، قالوا لنا وفيت سا وزافي سا اون الجيري سي انكرويابل. دونك لا رياكسيون تاعهم خلتنا احنا واش نديروا نفهموا بلي البرودوي هذا ميم عاد هو سام برودوي عزيز، معناتها الحاجة هذه اللي جبناها دونك خليتكم تسوقوا وتعرفوا واش هي الحاجة هذه. حاجة هذه درنا دي باتام دو بلونجي fait des milieux dans un milieu ça. Ouais, on a proposé des demandes de mariage, on a proposé des anniversaires تحت الماء, on a proposé حوايج جدد. En parallèle, genre من ديوش غير l'activité هذيك وحدها. Donc l'activité هذيك مع plusieurs activités en parallèle. Donc راح نزيتي الشواطئ المعزولة، نزيتي الجداول اللي هما لي كريك، ونزيتي المغارات اللي هما لي غروت، مام لي غروت اللي تحت الماء اللي نعرفوهم احنا بحكم نديروا الكاياكينغ كوتا كوت. نعرفوا لا كوت كاملة بحكم نديروا الرياضة هذه. دونك فوالا غوسو مودو هذه. لم يخطئ من قال أن في الاتحاد قوة، فقد ساهمت هذه التوأمة في فتح عديد الفروع التكوينية أبرزها التلحيم تحت الأعماق التي انتشرت على أوسع نطاق. عملية التلحيم تحت الماء هذا مشروع قمنا جسدناه في 2016، تم بتمويل من طرف الصندوق الدولي للعمل، ولكن كانت عندنا مشكله هي راه سيرتيفيكاسيون، مش كون يمد يعني لو ديبلوم. بفضل المجهودات تمت الشراكه مع مركز التكوين المهني لمدينه القالة مع غرفه الصيد البحري لولايه الطرف، اللي بهذه الشراكه الولايه جسدنا تكوين في التلحيم تحت الماء، ويعتبر اول تلحيم في الجزائر او اول تكوين في التلحيم تحت الماء في الجزائر. اكتيفيتي جديدة بزاف ما كانش في الجزائر، لأول مرة تكون عن طريق النادي تاعنا ومع ليكول بروفيسيونيل تاع القالة. ولينا نعلموا الناس يسوديو تحت الماء ونعلموهم التلحيم ونمدلهم ديبلوم، يعني ديبلوم وطن كما يقولوا معتمد. كاين إقبال رهيب على الحرفة هذه والعمل هذا، خاطر الناس بزاف تعرف تسودي، ما يسوديو تحت الماء حاجة أخرى، يعني تضمن مستقبلك من الجهة المادية من جهة العمل بالأخص. يعني عنا احنا عباد وجاو تفورماو عنا، عيطولهم ديريكت من قطر، هم راحوا يخدموا في قطر. الأمر لا يقتصر على العمل، بل تمتد الخطوات الجريئة إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة. بحبنا للبحر أن نقوم بعملية تنظيف أعماق البحر. في العام هذا 23 يعني رانا في شراكة مع مجموعة كبيرة من الجمعيات لتنشط، جمعيات التخييم، جمعيات المحبة للبحر، والآن رانا مع شراكة مع تايم أدفنتور.
فجات الفكره مع طيب ادفاكتور فاروق ابيكس ان علاش ما نديروش يعني عمليه تنظيف السواحل البحر ويكون على عدة مراحل، يعني مرحلة واحدة كاين مجموعة تكون تحت الأعماق، مجموعة راح تتولى بالشاطئ، وجماعة يعني في الجبل المحيط. هؤلاء شباب آمن بأن الإرادة هي فكرة والعزيمة هي الروح وأن المثابرة هي من تصنع الأعمال العظيمة، فحققوا نجاحا بعده نجاح بدرجة الاكتساح في أجواء كلها انشراح، وجعلوا عنابة موطن الأفراح.